أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية، ويشرفني جدا يكون في هذه الفقرة ضيفي هو الدكتور أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، للحديث عن جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك معانا. يعني كان ليا ملاحظة صغيرة كده في البيان وزارة الري بتاعت أثيوبيا، إنها قالت إن هذه هي الجولة الأولى للمفاوضات، فأنا قلت في مقدمة الحلقة يعني بدل ما نقول الجولة رقم 70 يبقى شكلنا وحش. يعني ماذا وصلنا عن هذه الجولة، وهل اشتركت فيها وزارة الري السودانية أيضا؟ بطبيعة الحال إن هذه الجولة هي الجولة التامنة من جولات المفاوضات، وخصوصا ان قد يكون ان هو يعني يقصد او وزاره الخارجيه الاثيوبيه تقصد ان بعد الاتحاد الافريقي لما كان راي الجولات السابقه الجولتين السابقتين ان هذه الجوله الجديده جايه برعايه اصلا او بالاتفاق ما بين رئيس الوزراء الاثيوبي والرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر دول الجوار. أيه. وبالتالي لكن هي على المستوى العام هي تعد الجولة الثامنة من جولات المفاوضات اللي بدأت من 2011 وحتى يعني 2023 يعتبر دي الثامنة. يعني كل جولة بيبقى فيها أكتر من اجتماع، يعني مش كده؟ لا، هم ما اجتمعوش 8 مرات بس، ده كان في اجتماعات برعاية وزارة الخزانة الأمريكية، وكان في برعاية الاتحاد الإفريقي، وكان في الأول اجتماعات فردية، مش كده؟ ما هو أصل الاجتماع احنا بنسمي كل جولة مفاوضات، يعني حتى لو خدت شهر، زي مثلا الاجتماعات اللي هي حصلت من نهاية 2019 اللي هي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، دي استمرت حتى يعني فبراير 2020، 3 شهور، يعني الجولة خدت 3 شهور. وبالتالي لكن احنا الجولة كلها بنسميها جولة مفاوضات، وليس يعني بنعدد الاجتماعات اللي حصلت في الجولة، يعتبر دي جولة واحدة، لأن في النهاية حصيلة هذه الجولة ما وصلوا إليه من اتفاق. يعني هذه الجولة اللي أنا سميتها لحضرتك كانت في نهاية 2019 وصلوا وتم الوصول إلى اتفاق في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020 فبراير 2020، ومصر وقعت عليه يعني بمفردها، لكن إثيوبيا اعترضت وامتنعت حتى عن الرجوع لطاولة المفاوضات مرة أخرى، والسودان ساعتها انسحب. وبالتالي لكن أعتقد أن في هذه الجولة وصلنا تقريبا إلى حوالي 96% من نقاط الاتفاق فيما هو يعني كان مسار اختلافات من قبل. طيب الشق الثاني من السؤال، أنا كنت سألت حضرتك هل كان هناك وفد من السودان برضو في اجتماعات القاهرة الحد والاثنين امبارح وأول؟ طبعا بطبيعة الحال إن جولة المفاوضات الثامنة دي اللي هي كانت الأحد والاثنين 27-28 أغسطس 2023 كانت بحضور وزراء الري في الدول الثلاث والوفود اللي هي ممثلة للدول الثلاث. فبالتالي لكن أعتقد إن الاتحاد الإفريقي لم يكن موجودا، يعني ما كانش فيه ممثلين دوليين، أعتقد لإني وضع السودان الحالي في الاتحاد الإفريقي لا يسمح لي إن الاتحاد الإفريقي يكون راعي للاتحاد، على اعتبار إن هو يعني العضوية بتاعته منقوصة. وبالتالي الجولة دي كانت يعني جولة خاصة باتفاق رئاسي ما بين الدولتين إثيوبيا ومصر. وأعتقد إني يعني حتى لو أنت بصيت في يعني في إعلان المبادئ في المادة 10 على ما أعتقد إن فيها، حتى لو تعطلت المفاوضات أو حصل فيها نوع من يعني الشد والجذب، من حق الوفود أن ترجع إلى الرئاسات بتاعتها، وممكن في الحالة دي إن إيه يعني هذه هؤلاء الرؤساء ممكن يعني يتقدموا في المفاوضات، أو على الأقل تحدث يعني مفاوضات رئاسية
ثم تنقل إلى المفاوضين أنفسهم، فبالتالي يحدث تقدم. عشان كده أعتقد الجولة، لكن للأسف الشديد حصيلة هذه الجولة ب لا، خليني أسأل حضرتك الخارجية. قبل حصيلة هذه الجولة استأذنك، الخارجية الأثيوبية قالت في بيانها في هذه الاجتماع الأول لهذه الجولة إن هي تؤكد على أساس استخدام منصف ومعقول لحصتها العادلة من مياه النيل، وتؤكد حقها في استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال القادمة الحالية والقادمة، لا تراجع عن حقوقنا. يعني أحب أعرف رأي حضرتك في هذه الجمل في ضوء ما وعد به أبي أحمد للمرة الثالثة أو الرابعة. يعني كان في مرة إعلان المبادئ، وكان في مرة لما الرئيس خلاه يحلف ويقول مش هنضر مصر في المؤتمر الصحفي، وكان في آخر مرة على هامش مؤتمر دول جوار السودان لما قال خلال 3 شهور سينجز اتفاق قانوني ملزم للأطراف كلها ولن نضر الحقوق المائية لمصر والسودان. يعني هذا التناقض ويعني معروف في الدولة الأثيوبية أو أي تفاوض مع الدولة الأثيوبية دايما احنا بنشوفه يعني حوالين هذه المفاوضات كلام كثير وأحيانا كلام معسول، وإن حتى يعني سبق إني يعني اللقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن هو الراجل أعلن حتى في تصريحات عن طريق مجلس الوزراء إن دولة أثيوبيا يعني تحفظ الأمانة وتراعي الحقوق التاريخية، وإن هي لا يمكن إن تتسبب في ضرر لدول المصب. وبالتالي على شكلة هذا الكلام المعسول يعني حدث ولا حرج. وإحنا دايما يعني أحيانا إنك أنت يعني كما يقول المثل الإفريقي يمكن أن تركب القطار الخاطئ، لكن يمكن أن يوصلك إلى الوجهة الصحيحة. في النهاية أنت تدرك إنك أنت بتركب قطار خاطئ، لكن في النهاية ممكن توصل للوجهة الصحيحة بتاعتك. إحنا لو خدنا في هذا الإطار يعني وإحنا يعني ممكن جالنا الإحباط من كثرة المفاوضات أو 12 سنة السابقة، ممكن يعني المفاوض المصري ممكن يحصل له نوع من الإحباط، وبالتالي ممكن لن يكمل في هذا السياق. لكن أعتقد أني في هذا الإطار وأني هم بيعززوا أبوية، هي مصر لم تعترض على يعني مثلا أن حق أثيوبيا في التنمية، لكن على مع الاعتراف أن المفاوضات حول سد النهضة ده السد بالأساس باتفاق المبادئ هو عبارة عن سد كهربائي وليس سد للتخزين. أي. وبالتالي مسألة الحقوق المنصفة وعدم المحاججة بأن يعني عدم الاعتراف بالحصص التاريخية ده المفروض منوط بجلسات أخرى غير المفروض الكلام حوالين سد النهضة. وبالتالي ممكن الكلام ده نتحدث فيه عند حينما يعني يتم التطرق لعنتيبي وغيرها، لأن مسألة عنتيبي أحيانا يعتبر هو عبارة عن يعني راية أو يعني اتفاق استطاعت أثيوبيا أن تستخدمه كفزاعة للدولة المصرية في هذا السياق. ومصر يمكن ساعتها من ساعة ما أعلن اتفاق عنتيبي رفضت هذا السياق، لكن الحواديت اللي بتستغل على هامش المفاوضات علينا أن يعني أن نستبعد كل ما هو خارج المفاوضات، وأن نحدد كما هي الوفود اللي هي حاضرة على طاولة المفاوضات عارفة هي أن بتشتغل على ملف سد النهضة وباتفاق المبادئ هذا السد سد كهربائي وليس يعني من خلاله حنتطرق لفكرة الحصص المائية وغيرها من الكلام اللي ممكن أحيانا يتم بسه، لكن أثيوبيا بتقصد من وراء أهداف أخرى. يعني طيب يا فندم، ما هو يعني الحديث عن انه هذا السد كهربائي، اثيوبيا هتقول لك ما انا بخزن عشان اولد الكهرباء، بينما يعني اللي حصل انه الكهرباء اللي تولدت للاثيوبيين قليله جدا من كل هذه الملايين من
الأمطار المكعبة اللي تم تخزينها. لكن ما علينا، هناك جولة جديدة في سبتمبر، ربما تكون في العشر أيام الأوائل مثلا، تبقى خلاص إحنا على مشارفها. حضرتك بتتوقع مصر إيه الخطوات؟ هل هتتخذ أي خطوات من هنا لغاية الجولة القادمة في أديس أبيبا في إثيوبيا؟ دي حاجة. الحاجة التانية، إيه اللي بتتوقع أنه يحصل في هذه الجولة؟ وهل من الممكن أن تكون الجولة الحاسمة؟ أعتقد أني سبق لما كنت معك في الاستوديو فيما قبل، يعني حتى طرحت علي السؤال، هل أنت متفائل في المفاوضات اللي هتطرح يعني في المستقبل؟ قلت لك أنا متفائل بحذر، وقد يكون أن حتى المفاوض المصري والدولة المصرية وكلنا داخلين هذه المفاوضات وفي حسن النية متوفر على أن الإرادة الإثيوبية هذه المرة متغيرة. لكن حتى ببيان وزارة الخارجية المصرية أني يعني ذكرت أني حصيلة هذه المفاوضات طيلة اليومين لم يحدث فيها تقدم يذكر، وبالتالي في هذا السياق وكأننا يعني نبدأ من جديد. أعتقد أني من المفترض على المفاوض المصري إحنا يعني نبدأ من النقطة الأخيرة اللي إحنا وصلنا لها، سواء في أمريكا يعني مثلا كان الجولة المفاوضات اللي كانت في كينشاسا، كان ساعتها لو حضرتك متذكر كان الرئيس الكونغو كان ساعتها طلب من كل دولة على حدة أن تقدم النقاط أو الاتفاق اللي هي شايفاه من وجهة نظرها، وفي يجمع حصيلة الاتفاقات الثلاث من وجهة نظر كل دولة وبالتالي أن يوفق ما بينهما. لكن لم يحدث هذا الأمر، وإحنا دخلنا في هذا المحترق وابتدت إثيوبيا يعني تتنصل من المفاوضات وتخرج منها. أعتقد أني كان ساعتها كان أعتقد أن كل الخلافات حوالين ثلاث نقاط أو أربع نقاط رئيسية كلها ممثلة في مسألة اللي هي مسألة إدارة المياه بحد يعني في حد ذاتها والتنسيق ما بين الدول الثلاث في إدارة المياه، وإن من حق الدول الثلاث أن تشارك في هذه الإدارة، وده أثيوبيا مختلفة عليه. والأمر الثاني إني والله في فترة يعني الملء بتاع ملء البحيرة بحيرة السد النهضة يعني في فترات الجفاف والجفاف الشديد في كلام ما بينهم، أنا إزاي حمل والطريقة اللي حملة بيها، ومن المفترض في اتفاق يعني كان مبدئي حوالين إن والله في فترات الجفاف أو الجفاف الشديد يتم الأول يعني استكفاء كل الدول اللي هي الدول دولتي المصاب مصر والسودان من احتياجاتها، ثم تبتدي إثيوبيا يعني تملأ هذه يعني مثل هذا الأمور. بالإضافة للنقطة الثالثة المختلف حواليها إني مسألة اللي هي في حين يعني حينما نصل إلى اتفاق قانوني نهائي المفروض إحنا نحدد في الجهات، لو اختلفنا فيما بعد أو تنصل أحدنا من هذا الاتفاق فيما يعني نحتكم في النهاية، فبالتالي نقطة الاحتكام النهائي إلى أي جهة دولية أو أي محكمة دولية مثلا هتفصل ما بيننا، احنا حاليا في ثلاث نقاط رئيسية هي اللي بتشوفها اللي هي مصالح الخلاف. طيب خليني اسأل حضرتك يعني يبقى لي كل النقاط فيها اتفاق يعني تمام، يبقى لي نقطتين مهمين. هل من السهل الوصول لمعادلة حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في حصص عادلة من المياه؟ دي نقطة. النقطة الثانية، هل بترى حضرتك أنه في أطراف خارجية يعني تسببت في صنع الظروف الرديئة اللي في السودان حاليا وتستثمرها لتفشيل موضوع الوصول لحل في موضوع سد النهضة؟ والله سبق أنا يعني في ورقة علمية أنا يعني كانت في أحد المؤتمرات يعني مركز دراسات الشرق الأوسط على ما أعتقد كنت قدمت هذا الطرح اللي حضرتك بتتكلم عليه مباشرة، وإن قلت إن التنسيق ما بين مصر والسودان في ملف سد النهضة ده هيجعل قوة خارجية وخصوصا قوة إقليمية هتستهدف يعني المسألة إن لا يحدث هذا التنسيق، سواء بخلق ظروف داخلية لخلافات داخلية داخل السودان أو بخلق الظروف اللي احنا وصلنا لها والاحتراب الداخلي. أعتقد أن المسألة
يعني في هذا الإطار إنك أنت كان البحث عن ذريعة لعدم التنسيق. طارة تتعطل المفاوضات بحجة إن إثيوبيا فيها عراك داخلي، وطارة تتعطل بحجة أن السودان فيها حرب داخلية. لكن في هذا السياق خلينا إن السودان لما حضر بشكله يعني حتى في ظل هذه الظروف، السودان ما زال كدولة ممثل في وزارة خارجية وكل حاجة، والوفد ووزير الري أو القائم بأعمال وزارة الري جه وحضر المفاوضات. أعتقد أن الجولة لو إحنا ظللنا يعني نمشي في هذا السياق، أعتقد أن الجولة السابقة يعني من المفترض، وإحنا هتكون في أديس أبابا، من المفترض أن النقاط اللي المختلف عليها ندخل في الحديث مباشرة. وأعتقد أن كل دولة مطلوب منها أن تقدم حتى على الأقل ورقة حتى المفاوضات، يعني حتى نصل إلى يعني سبتمبر والمفاوضات النهائية، على الأقل يكون المفاوضات يعني شغالة ما بين الأطراف المعنية. وأعتقد أن المطلوب حتى تدخل القيادات، يعني ممكن في هذا السياق ممكن يتدخل رئيس الوزراء الأثيوبي من أجل تقريب وجهات النظر بما فيها المصري، أو حتى أعتقد أن ده مقصود أنه يبان في اللحظة الأخيرة هو المنقذ اللي بيفي بتعهداته، حتى يا جماعة لو ده جاي علينا، وهم بيجيدوا يعني هذا النوع من التمثيليات. أخيرا يبقى الدور الخارجي لأطراف أخرى، هل حضرتك بترى أن في دور خارجي بيتعمد إفشال هذه القضية يعني؟ لا، ورقة النيل يعني كما تعلم يعني وكلنا يعلم أن ورقة النيل دايما هي بتستغل ضد مصر، ليه؟ يعني في أطراف إقليمية بما فيها إسرائيل يعني كانت لاعب رئيسي في هذه الورقة، أطراف خارجية بتحاول أن كمان يعني تستخدم هذه الورقة للضغط على مصر، وبالتالي تستخدم قوى إقليمية يعني لمحاصرة الدور المصري وابتزاز الدور المصري، حتى حينما يطلب منك شيء أنك أنت ممكن تلبيه. فبالتالي دور العامل الخارجي في ملف سد النهضة ده عامل واضح وظاهر وكل الناس عارفاه، وكلنا يعني كمصريين يعني القاصي والداني أصبح يعرفه تماما. لكن السؤال المطروح أنك أنت بتقدم إحنا المفروض دول كلنا في منطقة واحدة. أعتقد أن مسألة الاستقرار وصناعة التنمية لدول متشاركة في نهر واحد هو الهدف، يعني لا تترك قوة خارجية أنك أنت تلعب بيك كما تشاء. صح. في النهاية لا يهم تلك الدول إلا مصالحها. صح. لكن إحنا في المنطقة من المفترض أني نبص على مصالحنا في مياه النيل، ونسعى لبناء شراكة اقتصادية، ونعمل على تنمية بلداننا. لأني أعتقد أن تعطيل جو المفاوضات يعني خلال الثلاث سنوات السابقة كان ليه تأثير على التنمية في مصر. صحيح. والسودان وفي إثيوبيا نفسها، مقدرات التنمية طبعا في إثيوبيا نفسها غير الحق، والمسألة دي والخلاف. أعتقد أن حجم الاستثمار في إثيوبيا قل، حجم التنمية يمكن اللي كان واصل في فترة من الفترات أكثر من 11%، حاليا أنت التنمية في إثيوبيا تراوح ما بين 4 و5%. فبالتالي أنت نزلت في معدلات التنمية داخل إثيوبيا نفسها. وبالتالي يا فندم برضو يعني برضو ما قدرش نهمل دور الحروب الكبيرة اللي كانت بينهم. يعني أنا بشكرك جدا دكتور أحمد، نورتنا. بارك الله فيك، بارك الله فيك وعليك. شكرا جزيلا يا فندم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا وأشكر. شكرا يا فندم. شكرا لوجود حضرتك معانا. جزيل الشكر للأستاذ دكتور أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية. بشكركم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة. تصبحوا على كل خير.